لاباس عليه ولا يصب واحد ما يحشش عادي كل نهار له النهار الثاني وبعد قد 4 ايام ما كلمتوش قلت له باش تطرب هكاك اخر الوقت يبدا يصف تحبني موت علي قولوا اي لاف يو نحبك موت عليك والموس هذا الموس ما نحبه زاد مش خطيب جاي موس ليه مخطوبين وان شاء الله باش نعرسك يا سهر رب استنى في الموسم اي والله ما نعرفش بالذات الخامم انت تختار اه بيان سور بدي اجيب لك على كيفو صح شو ربي عايشك عايشك اختي العقبه لي خاطبك ما يحشش والله يحشش نهار كامل انت كنا متعاركين توا ديجا مازلنا كي رجعنا هكاك اخر الوقت يبدا يصفي والله اقسم بالله كل لابس عليه ولا يسب واحد ما يحشش عادي كل نهار له النهار الثاني وبعد قد 4 ايام ما كلمتوش قلت له باش تطرب 4 ايام كي مبين ليه ليه امبوسيبل والله هاي يخزر لي ليه مستحيل تحبني وموت علي خاتيبي ناس مليح كيفاش تعرفت عليه؟ ليه يقرب لي هو يحبني عنده 8 سنين 8 سنين برشا مرات وبعد خذيته قولوا اي لاف يو نحبك موت عليك والموس هذا الموس بنحبه زاد ديروا مساج خليكم شنو يجيب شنايا؟ شنو تطلب في الموسم؟ في الموسم هاني قلت لك ليه ليه حاجة ما بيناتنا ذا يقتلوا عليها ديجا نورمالمون تحبوا بعضكم وكل شيء تقولوا مش ما فيها باس كي ما تجيبش الموسم هذا والله قلت له ليه قلت له ليه روسيا واوكرانيا حرب وكل فكرة خذي لي كهرباء جاوبي قلت لك كان تحكي لي على المترو قلت لك خذي لي كهرباء والله قسما بالله عندي ما فيهاش وراق توا وراق قوي عندك كهرباء انت في الدار ومتمردة في المترو اي والله ايش باش نعملوا هكا هاو هذاك هو الوضع هاو جو كبير مزوط واحد ومصروف خدمه ونقرا ويعلم بيا ربي زهيز وعرس وزي ليه عرس مزين شو ربي سهل زهزت اي شويه شوي شوي شنو بلا بيه الزهيز بالله واحد يلزمو يشي اللبسه ويتمتع وحاجه باهيه وكل شيء خير نهار اخر باش تخرج بطنجره ولا بمقفول ولا بكسكس انا زهيز يا بنت عندك زرابش زر او الغريب قسما بالله روبة لا علاقة ما جيت حتى شيء 200,000 اقسم بالله العظيم شميز تعيف اقسم بالله لا نلبس نعملها من دينا نفس حبايدي 250 300 قسما بالله وين هذيك اللي لقيناها صبات صبات وساك تلعب قديه طلع 500,000 الساك ب 300,000 وصابات 200 ليه صابات ب 300 والساك ب 200 عليه تخدم انت ليه نقرا والله قسما بالله ساك وصابات ب 500,000 حكايه فير شهريه مواض ها شهريه اكثر من شهريه والله المواطنين العاديين توا يخلصوا 300-350 يشري بها ساك وراو وضع لا علاقة في تونس جملة اي والله في الفريق فيه برش حاجات باهية وديمارك زادة تلقاهم برش حاجات ديمارك ومزيانين ورخاص على الاخر رمضان والخدمة اسكو يتقابلوا ولا لا في تونس يتقابلوا علاش لا نورما تبدأ تخدم ترانكيل مع ناجة وكبير ليه هو ساعات وحدي هكا يدخل بعض و اخر الوقت اما اول الوقت عادي انا واحده من الناس نورمال ما تحشش هكا ليلي ها هكا رجال كبار ونسين كبار هذوكم هما اللي حشوا اما الصغار هذوما لي وديجا برشا هما ماهوش صايمين راهم عادي دونك نورمال عادي يخدموا عادي حتى ديجا ماهوش صايمين اي يخدموا عادي ديجا ماهوش صايمين برشا ولا برشا برشا دونك يتقابلوا رمضان والخدمه في تونس اي يتقابلوا على الاخر ان شاء الله باقيين نخدموا بالبيت على الاخر والله مش نورمال حسيتك ماكش مصدقتها الجمله وانت تحكي فيها ليه والله ليه مش مصدقتها ما عادي عادي في تونس كل شيء عادي في تونس والله كل شيء عادي كل شيء عادي ما تتوقع كل شيء خلي عادة في المترو
ما نحكي لكش خير، اقسم بالله البارح باقيه واقفه طلعت في المترو حاسين وحاس عادي بروحي واقفه في بحض الكرسي، تلفتنا نروح قريب للباب انسى يطلعوا يبدو يدزوا فيك يبدو يدزوا فيك ويكشوا ويعيطوا ويعملوهم الكل وعادي نورمال. هذا وتقول لي عادي ليه مش قلت لك انا رجال كبار ونساء كبار هما يبداو سافا با اما الصغار اش باش تعمل بلي تلف امك ولا مرا كبيره طاو باش تجي تدزك ولا تسمع فيك في الكلاب باش تناقشها اسكت على روح. بصراحه ترانسبور مش باهي في تونس، العباد مش باهيه، كل شيء مش باهي في تونس. حاجه بركه باهيه في تونس ما فما شيء خمم اختي ما فما شيء، هاك تشوفي العباد كيف عايش. تو كنا ندورو في برشكا وزارة خصوب بالله قلبي وجعان، حاجات لا حاجات لا علاقة وصبغة لي على الاخر تقولنا اجوا في الاوروب شريف ما شريت شيء يعني درت درت انا وياه وخرجنا سكان ودنيا ما فما شيء والله ذاك كنا نقراو بيهم ما شريناش شيء.